حب بكره؟ اه كاتبها في العيد. ايه مظاهر احتفال عيد الحب بكره؟ لا هو عيد الحب المصري ما حدش مهتم بيه خالص. لا ما اعرفش. لا ما اعرفش. انا سنجل اصلا مش مرتبط. ما في يا عم. اه عايزه هديه قال لي عيد الحب. اه عايزه. اه بتقول كفايه انا عليها خلاص يا عم. طب استنى امسك معاك. لا. لا خالص لون احمر في كل حته. عيد الحب يعني مش شرط ان انا بعمل الخير لازم في يوم عيد الحب، ممكن خير تعمله طول السنه عندك. هو العيد الحب ولا العيد بتاعي يا عم؟ احنا كمصريين ما بنحتفلش بعيد الحب، انا بعتبر كل يوم ممكن الواحد يعبر فيه عن الحب اصلا. هيجيب لك هديه ايه؟ ده هو جاب لك هدايا كده في عيد الحب؟ هديني ان شاء الله. هتجيب هدية؟ اوعى تقول لي بس ايه هي الهدية. انا لسه خاطر مش عارف اي حاجة. لا والله عشان بس لسه ما ولا حاجة خالص. ان شاء الله. لا ما اعرفش والله. اديك عرفت هتجيب هدية بكرة. هدية بكرة هتبقى ايه؟ الهدية عبارة عن ايه؟ لا دي بقى مش لازم بقى عارف. عيد الحب ممثل ليه؟ كل حاجة حلوة طبعا. لا بقى.